مرحبا بكم في قناة ماضي للأطفال. اليوم سوف نتعلم حرف الباء في برنامج الحروف العربية. هيا نبدأ معا. حرف الباء هو الحرف الثاني في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفا. هيا لنشاهد معا كلمات تبدأ بحرف الباء. برتقال، بئر. كلمات في وسطها حرف الباء. خبز، جبن. حقيبة. الآن كلمات تنتهي بحرف الباء. كتاب، عنب، باب.